السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سي واي اس 230، الرجاء تسجيل الاسم مع رقمك الجامعي لقيادة الحضور والغياب. اليوم نكمل مشوارنا في شابتر 4 الاكسس كنترول. خلصنا احنا الفيزيكال اكسس كنترول واللوجيكال اكسس كنترول، فاليوم نبدا بالادمنستريتيف اكسس كنترول. خلينا ننتظرنا مده دقيقه فقط عبين ما يجتمعوا اكبر عدد من عندنا. الان 23 طالب، استنى لنا شوي. طيب، أحب أذكر أنه تم وضع تسجيل لهذه المحاضرة مسبقا على المودول، على الكورس مودول، ومدة التسجيل تقريبا ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، بس مقسمة إلى جزئين ساعة وتقريبا خمسة وأربعين دقيقة. الآن e-learning
إذن هي موجودة هنا، هاي آخر تسجيلين اللي هي Access Control Bar 2 and Access Control Bar 3. فهذه مدة كل واحدة فيهم تقريبا، واحدة منهم ساعة وواحدة منهم تقريبا 45 دقيقة. قبل نبدأ المحاضرة في أي سؤال؟ طبعا المدة اللي أنا قمت بشرحه كان من خلال النتكات، فالسلايدات هي مختصرة، لكن في شرح مطول موجود من خلال موقع النتكات موجود على المودول. Administrative Access Control المقصود فيها البوليسيز والبروسيجرز اللي بيتم تعريفها من قبل المؤسسة حتى تحقق أو تعمل الكنترولينج، تتحكم بالكنترولينج أكسس وتمنع الان اوثرايزد بيبول من انهم يعملوا اكسسنج للأسس. هذه البروسيجرز يتم تعريفها حسب المؤسسة، كذلك البوليسيز يتم وضعها حسب المؤسسة. وبالنتأكاد موجود تعريفات لهذه الأكسسز هنا، وهي عبارة عن بوليسيز وبروسيجرز، هايرين براكتيسز، باكراوند تشيكس عفوا، وداتا كلاسيفيكيشن، سيكيورتي تريننج وريفيوز. ما بعرفش حكي شرحنا عنهم إشي المرة اللي فاتت أتوقع، لا في حدا يجاوبني؟ دخلنا في هذا الموضوع. لا دكتور. البوليسيز طبعا هي السياسات، وهنا بحسب ما هو معرفها بوليسيز ار ستيتمنت اوف انتنت، اللي هي حسب نية المؤسسة شو الأهداف من البوليسيز، هي تحسين شيء معين. على سبيل المثال أنا وضعت مثال إنه الإدارة العليا على في جامعة اليرموك وضعت بوليسي إنه ممنوع يكون لأي شخص موجود في جامعة اليرموك ينتمي لجامعة اليرموك، سواء كان مدرس أو إداري أو طالب، إنه يكون له أكثر من جهاز شابك على النتورك. فهل نقدر نمنع الموظفين يجيبوا أجهزة تانية؟ كل واحد مع جهاز خلوي، كل واحد ممكن يجيب مع اللابتوب، والأعضاء الهيئة التدريسية مثلا إلهم بمكاتبهم أجهزة عبارة عن ديسكتوب موجود في الجهاز ومربوط على النتورك. يعني عضو هيئة التدريس ممكن يكون على الأقل معه كمان جهازين اللي هو جهاز خلوي ولابتوب. الطالب نفس الشيء ممكن يكون مع جهاز لابتوب وجهاز خلوي، لكن السياسة بتحكي إنه ممنوع أكثر من أي عنصر ينتمي لجامعة اليرموك إنه يكون له أكثر من جهاز. فكيف ممكن هذه تعتبر بوليسي؟ طبعا الهدف من وراها إنه مثلا ما يصير ضغط على النتورك، واضح؟ هلا كيف إني أحقق هذا الإشي؟ إذا بدي ميكانيزم حتى أحقق هذا الإشي. اتفقنا المرة اللي فاتت كأنه مر علينا مثل هيك مثال إنه المكاتب بيربط الديسكتوب مع البورد، وبخلي الباكتس اللي بتطلع من البورد هذا يمر على فحص. فإذا كانت هذه الباكت صادرة من جهاز له ماك أدرس معين، والماك أدرس هي عبارة عن هاردوير أدرس للنتورك كارد، فبنسمح له يمرق. أما إذا كان صادر من ماك أدرس غير مصرح له غير أوثورايز، فما بيسمحوا له إنه يمرق وبيعملوا له بلوكينج. نفس الشيء الطالب في جامعة اليرموك، بنخلي الطالب يمر على مركز الحاسب
عشان يشبك على النتورك يسجل عنده الماك ادرس. مثلا يقولوا له انت مسموح لك جهاز واحد، بتحب انك في عندك لابتوب بدك تسجله ولا الخلوي تبعك؟ فبيختار جهاز واحد فبيسجلوا الماك ادرس تبعه، وبيسمحوا لهذا الطالب انه الباكيتس اللي تحمل هذا الماك ادرس انها هي تمرق وتروح على الانترنت، اذروايز نو. اذا هذه الطريقه اللي بيتحكموا فيها لتحقيق البوليسي، وهذا البوليسي ديفايند او خلينا نقول موجوده في جامعه اليرموك لاهداف تحسين او عمل كنترولينج للباندويث على الشبكه، ما يكونش في ضغط على الشبكه. وهذه مش موجوده مثلا في مؤسسه ثانيه على سبيل المثال. فالبوليسي هي تخضع له قرارات تصدر من اداره في مكان ما لتحقيق هدف معين. البروسيجرز هي نوع ثاني من الاكسس كنترولز، ولكن هذه البروسيجرز بتكون ديتيلد، يعني بتكون مسجله في دوكيمنت بالتفصيل. فعلى سبيل المثال كيف والله انا اضيف سيكيورتي على البراوزر من خلال المؤسسه، فممكن تكون المؤسسه لها سيتنج معين بتحط الخطوات ببروسيجر في دوكومنت وبتعطيك اياها خطوات ان ديتيل. الخطوه الاولى اعمل كذا، الخطوه الثانيه اعمل كذا، والثالثه وهكذا حتى انت تحقق هذا الاسلوب. مثلا افرض انا بدي اربط الاوتلت الخاص بي بايميل جامعه اليرموك. هلا كيف انا اربط هذا؟ هاي في لها سيتنج معين ما بتزبط، لا يعني مؤسسة جامعة اليرموك تختلف عن مؤسسة مثلا عن جامعة التكنولوجيا، بتختلف عن شركة الاتصالات، بتختلف عن شركة معينة، كل واحدة لها سيتنج خاصة فيها. فلذلك المؤسسة اللي انت بتعمل فيها تحط السيتنج المناسبة بالنسبة لإلها، وانت بتتبع الخطوات حسب ما هو معلن. فهذه يطلق عليها procedures hiring practices من اسمها، حتى اني اقوم بتوظيف اي شخص في جامعة اليرموك لازم يمر على checks معين، لازم يمر يكون محقق شروط معينة. مثلا لازم يكون حاصل على شهادة الـ ICDL، لازم يكون حاصل على شهادة من سيسكو، يعني خلينا نقول هي المينيموم ريكويرمنت، لازم يكون معاه شهاده بكالوريوس. اذا هذه بنسميها هايرنج براكتس. اذا لازم يكون في مينيموم ريكويرمنت حصل عليها هذا الشخص حتى نقبله. ولذلك تعريفه هنا involves the step an organization takes، خطوات تتخذها الorganization to find للحصول على qualified employees. employees ذو كفاءة. background checks أكيد هنا أكيد جامعة اليرموك على سبيل المثال كمؤسسة لما بتتوظف واحد بدها تسأل عن ماضي، بدها تسأل عن إذا كان بيشتغل في شركة معينة هل في عنده مشاكل، كان يعني سابقا له خبرة ويعمل بشركة فلانية، فأكيد بدها تسأل عنه هل عنده مشاكل ولا ما عندهش مشاكل. ممكن يكون في زي واحد له كريدت هيستوري، باد كريدت هيستوري، إذا هذا لا يوظف أو يعني نتخذ إجراء إنه ما في داعي نوظف واحد عنده مشاكل مالية. ممكن يكون عنده criminal history، عنده مشاكل جرائمية. فهذه المقصود في background checks. data classification أيضا الداتا اللي داخل جامعة اليرموك لازم يكون لها classification معين، يعني بدنا نحكي إنه هذه الداتا sensitive، هذه الداتا public، وsensitive يجب أن تعامل بطريقة
تختلف عن التعامل فيها بالببليك. غير كمان سيكيورتي تريننج، الموظف اللي دخل جامعة اليرموك لازم ينعمل له تريننج حتى يتعرفوا على السيكيورتي بوليسي الخاصة بالمؤسسة تبعتك اللي بدك تعمل فيها، وأيضا يتعرفوا على أي تطورات أو أي يعني أحداث جديدة في عالم السيكوريتي، مثلا سوشيال انجينيرينج، كيف يصير فيها الاتاك. هذه الامور يجب ان يدركها الموظف حتى لا يقع بالخديعه. اوكي، ريفيوز. الريفيوز من تعريفها هنا تعني انه الموظف يجب ان يتابع و حتى نشوف أداؤه، هل هو متبع التعليمات أو البوليسيز أو البراكتيسز أو هل بيحاول يعمل أتاك، هل من خلاله بيحصل أتاك، هل هو بخالف التعليمات، هل بخالف البوليسي. هذه إلها دخل في أداء الموظف. أنسون طبعا نحن بنحكي من جانب سيكوريتي، أكيد في إلهم ريفيوز ثاني من جانب أداء وظيفي من خلال يجمعوا مثلا داتا عنه وكيف بيعملوا ساعات عمله، وبعدين بيشوفوا هل هو يقوم بعمله بالشكل المناسب ولا مش بالشكل المناسب، هل في أخطاء عنده، هذه الأخطاء نتيجة عن إيش، هل هو إهمال أو تقصير من جهته، ما إلى ذلك. طبعا نحن نحكي، إذا نحكي عن جانب سكيورتي أيضا من جانب سكيورتي، هل هو إذا أنا مركزت وحكيت بالأول أنه هل بتتبع التعليمات والبوليسيز والبراكتيسيز، هل هو بيحصل من عنده اختراق مثلا بمؤسسة جامعة اليرموك أو لا، هل هو يحصل الاختراق من عنده أم لا. هذه بس فقط أنا لما سألت حكيت عنها في جانب security checks، لكن أكيد في جوانب ثانية بيعمل عليها review للموظف ومن خلالها بيشوفوا أنه أداؤه سليم ولا مش سليم. أي سؤال؟ إذن هذه بتحكي عن administrative access control. في أنه mandatory access control، خلينا نرجع للسلايدز لأنه هنا ما أعتقدش أنه طبعا mandatory access control تحكي عن نوع من الاكسس كنترول ما بتقدرش او ما بيقدرش الشخص يتخطاها. تعريفها restrict actions that subject can perform on an object، وهذا subject can be a user. طبعا subject هو ممكن انا اعرفه user, process, machine، والأوبجكت ممكن يكون فايل، بورت، أني أسيتس يمكن التعامل معها أو اعتبارها كأوبجكت، وهذا الأوبجكت لازم يكون إلها authorization rules اللي من خلالها بنعمل enforce whether or not the subject can access this object or not. يعني من خلالها بيتم نحدد هل لازم السبجكت انه يقوم بعملية الاكسسنج لهذا الاوبجكت، وكيف طريقة الاكسس، وايش الصلاحيات اللي تطبق عليها. طبعا محطين مثال مثلا بالميليتري سيستم بيعتبروا او بيعملوا كلاسيفيكيشن لبعض الملفات انها توب سيكريت، هذه الملفات توب سيكرت. طبعا نحن نحكي عن الكترونيك كوبي، فالتوب سيكرت هذه الملفات لا يطلع عليها الا كبار المسؤولين، وايضا لا يحق له
حتى لو انه بيقدر يطلع عليها، لاحق له انه يعمل منها كوبي او يعملها سند او انه يفرودها لاي شخص. فهذه التوب سيكريت فقط للاطلاع من قبلهم فقط. اوكي طبعا مين اللي بيحقق هذا الشيء؟ اكيد بيسووا ميكانيزم كنترول ميكانيزم يعمل هذا الشيء. مثل ايش كنترول ميكانيزم؟ مين يعطيني مثال؟ يعني شو الآلية اللي ممكن اسميها كنترول ميكانيزم يقوم بعملية منع المدير العام او المسؤول الكبير من انه يعمل فورورد لهذا الملف او انه يعمل كوبي لهذا الملف؟ شو اللي يعني شو اللي بيخليه يمنعه؟ هل ممكن واحد يعطيني مثال يعني شو ممكن يكون الكنترول ميكانيزم؟ دكتور بكون الفايل كلاسيفايد، فعشان هيك ما يعني اذا بكون الاثنتيكيشن تبع الفايل يعني خلينا نحكي كلاسيفايد، بتكون خصائص الكوبي والبيست والفورورد هدول انه مشيول عنه. ممتاز. يعني مثلا ممكن انا احط جوا جهاز، وهذا الجهاز فقط انه بعرض بيكبس عليه، بيكبس على الفايل، بحدد الفايل وبصير يعرض له بالفايل، لكن ما بيقدر يجي يدخل فلاشة، ما بيقدر يكبس على الكيبورد ويلاقي في اوبشن مثلا سند او اوبشن يعمل له عملية كوبي او اوبشن يعمل له عملية. اذا معناته بنلغي التفعيلات هاي كلها، بس بنخليه انه يقدر يطلع عليه. فبهاي الحالة بنحط مثلا الجهاز بغرفة، والشخص هذا المطلع بيكون عليها تشيكينج هذه الغرفة، مين مسموح يدخل هذه الغرفة، وفقط هذول المسموح يدخلوا هذه الغرفة هم فقط المسموح لهم يطلعوا على هذا الملف. اذا هذه تعتبر كنترول ميكانيزم من خلالها، إنما أنا أحقق هذا الكنترول أو أسوي هذا الكنترول ميكانيزم، معناته أنا حققت العملية إنه أمنعه من إنه يعمل كوبي أو فورورد أو سند. أشكرك. مين كان معي؟ وتين دكتور. وتين أشكرك بشدة. طيب Dictionary Access Control، Discretionary Access Control. بهذا النوع من الأكسس كنترول اللي أطلقوا عليه اسم DAC، بعمل Grant or Restricts Object Access Determined by the Object Owner. الـ Object Owner اللي بينشئ هذا الأوبجكت هو اللي بيعمل بيحدد الصلاحيات، مين من اليوزرز اللي مسموح له يعمل أكسس على هذا الفايل، وإيش النوع الأكسس. فمثالها كان الويندوز. الويندوز في عنده ميكانيزم من خلالها بيحدد مين اليوزر وشو الصلاحيات. فإذا بدي أذكر يعني خلينا نأخذ مثال حي، أي إحنا موجودين بأوبريتنج سيستم ويندوز، فعلى سبيل المثال هذا الفايل بكام هنا نجي نحكي والله هذا الفولدر شو صلاحيات. ففي عندي مجموعة من التابس هنا من بينهم سيكوريتي، فبيعطيني هذا انه في عندي مجموعة يوزرز شو الصلاحيات اللي موجودة لهم. ماشي. مثلا هذا اليوزر اللي هو هذا اضفته حديثا، خليني اعمل له بقدر اعمل ديليت اتوقع هنا ديليت اديت. اوكي هل اليوزر مش موجود اللي هو كان باور يوزر؟ كيف اضيف مثلا يوزر؟ باجي بحكي له ادفانسد هنا
وبحكي انه بدي اعمل add new user. هذا اليوزر كيف نعمل له add؟ يس. فبنيجي بنحكي والله بدي اضيف يوزر مثلا اسمه باور يوزرز. اوكي، بعد ما اضيفه بحدد له ايش الصلاحيات لهذا الباور يوزر. هذا الباور يوزر بحدد له ايش الصلاحيات اللي خاص به هذا الباور يوزر. هنا اذن انشأته هنا. أظن أيوه، بعد ما أضيفه بيتم إعطاء له الصلاحيات على السيستم. هاي آد لازم يكون في إيدي قدرة إني أوكي، هي بهاي لازم هاي تكون مفعلة، ثم بعطيه مثلاً إيش الصلاحيات المتاحة له. editing no effect apply of okay بعد Allow authenticated user to modify, yes, and so on. Yeah, okay. That's edit. Yes, من هنا بكون إنه حدد له إيش اللي بدي الصلاحيات. أنا مثلاً اخترت users، بعطيه صلاحيات معينة. بدي كنت deny كل الصلاحيات أو allow. بس بهمني انه انا اذا اضفت يوزرز جديد اني كمان اعطيه صلاحيات ثانية. وبعد ما اضيفه فممكن انا احدد له ايش الصلاحيات اللي مسموح له يتعامل فيها. and so on. Power users. Okay, yes. فأنا جبت الباور يوزر الآن. بعد ما جبت الباور يوزر بختاره، ثم بعمل مثلا فول كنترول بسمح له أنه كل الصلاحيات على هذا الفولدر، أو ممكن أسمح بعض الصلاحيات. مثلا بدي أسمح له فقط ريد. او ان يسمح له بس يعمل ليست، بس يشوف شو المحتويات. يس كونتينيو او خلينا نقول ابلاي
ايش المشكلة؟ اوكي عن سؤال. هنا يبدو لي انه انا لما لغيته هو كان موجود بالاول، لما لغيته ما عملتش ابلاي فاوريدي هو موجود. على كل هي الفكرة انه انت بتضيف يوزر وبتعطيه الصلاحيات، وبعد ما تعطيه الصلاحيات بتعمل ابلاي. فيبدو لي انه هذا اليوزر ما زال موجود. انا properties already انا موجود او مش موجود. اذا في طريقة، خلينا نقول اذا لنفرض انا فشلت بانشاء اعطاء يوزرز، بدي ارجع للمانيوال اشوف كيف الطريقة او الخطوات اللي بدي اتبعها حتى انا اعطي يوزر صلاحيات. المقصود هنا انه في عندي انا بالويندوز ما يسمى discretionary access control. discretionary access control انه تعطي صلاحيات للاوبجكت معينة. مين بتم هذه الصلاحيات؟ عن طريق الاونر. الاونر لهذا الفولدر او لهذا الفايل هو اللي بيقوم باعطاء هذه الصلاحيات. يرجع لل طبعا هي نفس فكرة ال rule based access control او ال access control list. كنا مذكورة بالنهاية انه ال access control list هي نوع ثاني من او اسلوب اخر من dictionary access control. بس طبعا بال access control list يتم اعطاء صلاحيات لليوزر من خلال اليونكس. الاكسس كنترول ليست هذه هي نفس الفكره اللي موجوده هنا بالويندوز بس موجوده باليونكس. رول بيست اكسس كنترول من اسمها رول، حسب دوره بالعمل حسب وظيفته يعطى له صلاحيات. مثلا الطالب شو الصلاحيات اللي موجودة له في جامعة اليرموك؟ هل هتكون نفسها لصلاحيات المسجل؟ هل هتكون نفسها لصلاحيات رئيس القسم؟ إذن الطالب له صلاحيات، له objects بيقدر يوصلها وله صلاحيات عليها. مثلا انه بيقدر يشوف علاماته، بيقدر يشوف المواد اللي مفروض ناس للفصل الحالي، بيقدر يسحب، بيقدر يضيف. هذه صلاحيات الطالب حسب الرول تبعه. صلاحيات المدرس ما بيسجل طبعا، اكيد ما بيسجل للطلاب، او حتى ما بيسجل نفسه لانه مش صلاحيات انه ياخذ مواد. اذا المدرس له فقط انه يشوف العلامات، يحط علامات، يطلع على بعض العلامات الخاصة بطلابه فقط، بس ما بيطلع على علامات الطلاب شو أخذ بمواد ثانية. الرئيس ما إله المدرس إنه يرفع السقف في الشعبة. رئيس القسم له صلاحيات هذه. إذا حسب الرول. المقصود في مادة الرول أكسس، الرول بيس أكسس كنترول، اللي هي بتعتمد على الرول of the subject. وهذه الرولز هي اللي بتحدد، بيتم تحديدها من قبل الاورجنايزيشن، ويتم تحديد شو الصلاحيات اللي مسموحه لهذا اليوزر. النوع الثاني اللي هي رول بيل اكسس كنترول، بناء على ايش؟ على محددات، على قواعد، على شروط معينة. بهذا الرول بيست اكسس كنترول يتم، هاي خلينا نشوف مثال. هاي بحكي لك انه من خلاله بقدر احدد التايم بدي، يعني مثلا انا خلال الويكند مش مسموح للمدرس انه او انه يشوف ملفات خاصة بجامعة اليرموك على سبيل المثال.
بالويكند، أما داخل أوقات الدوام مسموح له. إذا كان تابع لك جروب أدمنستريتور مثلاً له صلاحيات معينة. إذا كان عنده أكسس معين أو سبيشال أكسس له صلاحيات معينة. مثلاً إذا كان معه سوبت كارد مسموح لي يدخل مختبر فلاني. المختبرات ممكن أنا أحدد مين الطلاب اللي يدخلوها من خلال إنه أحدد إيش الاي دي اللي من اللي ممكن يفتح باب المختبر من خلاله. يعني مثلاً طلاب والله مادة ال CYS 230 مسموح لهم يدخلوا مختبرات معينة، وهذه المختبرات حتم وضع جهاز عليها قارئ ضوئي، ومن خلال القارئ الضوئي يا ما بيفتح الباب يا ما بيفتحش الباب. فالقارئ الضوئي بيفتح الباب للطلاب اللي مسجلين هذا الفصل 230 CYS 230، لكن بنهاية الفصل هذول الطلاب مش راح يسمح لهم يدخلوا المختبر، راح يسمح لغيرهم لأنه في غيرهم هم اللي سجلوا. المقصود إنه هذه تعتبر نوع من أنواع الأكسس كنترول، فممكن يكون نحط على الباب ما يسمى مفتاح إلكتروني كما بالصورة، وهذا المفتاح الإلكتروني ممكن نعطي الباسورد للطلاب اللي مسموح لهم يدخلوا هذا المختبر، فبيدخلوا هذه الكلمات السرية فمن خلاله بيفتح الباب. فهذه لذلك وأطلق عليها need to know. حسب أيضا خصائص الأوبجكت تعطى صلاحيات معينة، مثلا الكاميرات اللي موجودة بجامعة اليرموك مين اللي الصلاحية أنه يطلع عليها. إذن هذه حسب الأوبجكت بروبرتيز، والبروبرتيز للكاميرات مثلا تكون لها هاي ريزوليوشن، في كاميرات عادية، ففي كاميرات مسموح لها من قبل الطلاب معينين، وفي كاميرات مش مسموحة للطلاب إنه يطلع أو يستعملها. مثلا على سبيل المثال subject classification، وحسب تصنيف subject أيضا تعطى صراحة. إذن هذه المقصود بها rule based access control. وهنا حاكين برضو إنه هذه تعتمد على ما يسمى access control list. إذن ليش بحكي access control list؟ إنه يتم تحديد ال users اللي ممكن يوصلوا للobject من خلال ال owner. إذن الأونر لهذا الأوبجكت هو اللي بيحدد، طبعا الأونر واللي له أولوية أعلى منه. يعني إذا كنت أنا أونر لفايل أو أونر لأوبجكت، هذا الأوبجكت موجود في مكتبي وأنا أعطيت صلاحية ليوزرز إنه يستخدموه وما فيش مشكلة. مثلا الأوبجكت كان عبارة عن برينتر، فأعطيت صلاحية ليوزرز إنهم يستخدموا هذا البرينتر. أيضا الأدمنستريتيف لو كان له خلينا نقول باور أعلى مني، هو له الصلاحيات إنه يحدد أيضا other users. في أي سؤال؟ هذه مثال على الـ access control list. إن شاء الله بنمر عليها إن شاء الله، لما يعني احتمال مش هذا الأسبوع الجاي نبدأ ندخل ب لاب، حتى يعني أتوقع إذا خلصنا بكير هذا الأسبوع هنأخذ هذا الأسبوع لاب، وإذا مش مخلصت فالأسبوع القادم إن شاء الله هنتعامل مع اللابس ونشوف بعض الأوامر الموجودة باليونكس، هنشوف كيف بيعمل تشيكينج، كيف تعمل فايوليشن لبعض بعض الاوبجكتس والاكسس كنترولز، وكيف انك تحقق ميكانيزم من خلاله تعطي صلاحيات او تلغي صلاحيات حتى.
موضوع الايدنتيفيكيشن. هلا انا ما بدي اجي اقول والله انا بدي اعطي صلاحيات لشخص او ليوزر، لازم اول شيء اعمل ايدنتيفيكيت لإله، ايدنتيفيكيت لإله حتى اعرف اذا كان هذا اليوزر مخول او مش مخول. لازم اعمل اعرفه، اعمل له اوثنتيكيت ID اشوف الايدنتيفيكيشن لإله، اشوف اعمل له اوثنتيكيت اتاكد منه، ومن ثم بعطيه authorization. اذا تبدا العمليه بانه اعمل ايدنتيفيكيت لليوزر ومن ثم بتعمل له اوثنتيكيت. فعلى سبيل المثال الصوره اللي موجوده امامنا عباره عن سمارت كارد، الذي يملك على سبيل المثال سمارت كارد وفيها فيها مثلا كابابيليتيز مناسبه، فانا بعطيه authorization انه يستخدم الاوبجكت. على سبيل المثال سمارت كارد بدي انا معي فيها مثلا ماني، وبدي استخدم التليفونات اللي موجوده بالشارع، فبحط السمارت كارد ومن خلاله بيعمل اوثنتيكيت انه في sufficient ماني ولا ما فيش sufficient ماني، ومن ثم بسمح له انه يتصل تليفون. واحد معاه مثلا اللي هو ديبت كارد، من خلال الديبت كارد بطلب منه يدخل البين نمبر، واذا تطابق البين نمبر مع اللي موجود بالداتابيس فبسمح له يسحب مصاري فلوس. اذا الاوثنتيكيشن هاي بتتم على انه اول شيء اعمل ايدنتيفيكيت لليوزر، بعمل له اوثنتيكيت اتاكد انه فعلا انه هو نفس اليوزر اللي المفروض انه يتعامل مع هذا السيستم، ومن ثم بعطيه اوثورايز انه يحصل على الريكوست تبعه. في اي سؤال؟ اوكي. في انواع او قسموا عملية الاوثنتيكيشن الى عدة تصنيفات: something you know, something you have, and something you are. Something you know مثل الباسورد، إشي أنت موجود في ذاكرتك، باسورد، البين نمبر، هي examples of something you know. هذه لما بدك تيجي تدخل على أي سيستم، على الإيميل تبعك مثلاً، فأنت ما راح تقدر تدخل على الإيميل تبعك من غير ما يكون أنت بتعرف اليوزر نيم والباسورد. فعشان تدخل على الإيميل بدك تدخل يوزرك نيم ثم الباسورد، ومن ثم إذا تطابق اليوزر نيم مع الباسورد بيسمح ل إنك تشوف البوكس تبعك. هذه اسمها something you know. واضح؟ التصنيف الثاني something you have، مثل إنه أنت تقدرش أنت تشغل السيارة إلا إذا كان معك المفتاح، ما بتقدرش تسحب من البنك إلا ما إذا كان معك بطاقة صراف، ما بتقدرش مثلا تدخل على المختبرات إلا إذا كان معك الكارت الخاص اللي من خلاله بتفتح اللوك تبع المختبر. إذا هذه أيضا تصنيفها something you have. Something you are ممكن يكون المختبرات أو الأسس محمية بكاميرا، هذه الكاميرا بتعمل عملية التقاط لوجه الشخص وبتعمل فيس ريكوجنيشن، وإذا كان الفيس مصرح له يدخل بيفتح له الباب، أو بصمة العين، أو حتى بصمة اليد، بصمة الأذن. إذا هذول هم حتى صوته ممكن يكون voice recognition لما تيجي تحكي انت للجهاز تبعك، اذا كان بيعمل recognize لصوتك بيقبل ينفذ لك الاوامر، اذا ما بيعمل recognize لصوتك مش راح ينفذ هذه الاوامر. فهذه تعتبر something you are. الاخر شيء multi factors، انه ممكن تستخدم اكثر من طريقة من الطرق السابقة. مثلا لما تروح على البنك على الاي تي ام بدك صراف
كرت الصراف وبدك البين نمبر، مش بس كرت الصراف. فانت استخدمت something you are something you have sorry و something you know. واضحة؟ الاثورايزيشن طبعا في بالنسبه للبنت اكاد في بعض التمارين بتمنى انك تقوم بحلها حتى توثق عملك. فهنا راح نجد في حوالي 3 تمارين، كل خطوه لابد بيمشي وبيعطيك تمرين حتى انك تكون فاهم او انك وصلتك المعلومه. هذه التمارين مفيده. اوكي نرجع للسلايدات. احنا وصلنا على الاثورايزيشن. اذا الاثورايزيشن هي اعطاء صلاحيات بناء على اليوزرز. اذا الكنترول ميكانيزم يعطي صلاحيات بناء على اليوزرز. الاكاونتبيليتي هي عمليه تتبع الاعمال اللي بيقوم فيها هذا اليوزرز لأهداف، مثلا على سبيل المثال إنه يشوفوا هل هو ملتزم بالصلاحيات اللي تعطى له، هل هو بيحاول يخترق النظام، بيحاول يخترق السنسيتيف داتا، هل هو بيتصرف أعمال مريبة. برضو ممكن accountability ممكن يكون الهدف منها إنه يعمل له بيلينج، مثلا بيحضر فيديو ويشوفوا إذا حضر الفيديو بدي أنا أدفع مصاري على بناء على هذا الحضور. أو ممكن يكون أشغل لوك فايل أشوفه إنه بيسوي أو بتصرف تصرفات خطأ ولا لا. هاي المقصود بالأكاونتابيليتي. في أي سؤال لهنا؟ طبعا أنا شرحت المحاضرة هذه بخلال ساعة 45، يعني في تفاصيل أكثر هتشوفها بالفيديو. Type of security controls قد تكون preventive controls, deterrent controls, detective controls. Preventative control keep something from happening، إن تمنع شيء من إنه يحدث. وهذه preventative access control هي تعمل عملية stopping لأي شيء بيحدث غير مصرح له إنه يدخل على السيستم. مثالها مثلاً أنتي فيروس على الجهاز، إذا أي فيروس بحاول يدخل على الجهاز بتلاقي بيعمل بلوكينج له. هاي مثال. ديترنت كنترولز اللي هي عمليات رادعة، اللي هو يعني عكس إنك تعطي جائزة لواحد، اللي أنت بتعطيه خلينا نقول جزاء. فهي بتعمل encourage the subjects إنه يعمل right things، otherwise he will راح يحصل عليه مثلاً عليه مخالفة، ممكن يتعرض لغرامة، ممكن يتعرض لسجن إذا بتصرف تصرفات خطأ. فهذه المقصود فيها مراقبة الأشخاص اليوزرز، وإذا سووا شيء خطأ يعطيهم جزاء على بناء عليه حتى يمنعوا من الباد بيهيفير انها تحصل. واضح؟ ديتكتيف كنترول هي عملية اكتشاف الاكشن، ويعملوا عملية ديسكفرينج كيف تم عمل العمل الانوثورايزد اكسس في حالة حدوثه، زي ما انك تركب كاميرا واذا حصل مشكلة تعرف مين اللي قام بهذا المشكلة من خلال انك ترجع للتسجيل. اوكي هاي عملية اكتشاف وكيف صار الخطأ.
وعلى أساسه ممكن يصدر بوليسي جديد، بوليسي يحاول يمنع هذا الحد هذا الشيء من أن يحدث مرة أخرى. أوكي، طبعاً حاطين مثالها مثل الموشن ديتكتور أو السكيورتي جارد، هذولا يستخدموا في ديتكتيف كنترولز. بريفنتيف كنترول، خليني نشوف، والله احنا خلصنا من هذا الجزء. كوركتيف كنترول هي عملية تصحيح الخطأ بعد حدوثه، مثل على سبيل المثال أنا عندي ضرب الهارد ديسك، طبعا ضرب الهارد ديسك راحت المعلومات الموجودة عليه، لكن لو كان عندي باك اب في حال انه انضرب هارد ديسك بصحح الخطأ بإني أرجع الباك اب اللي موجود عندي، برجع السيستم يشتغل مرة ثانية بإنه أعمل كوركتيف للأكشن اللي حصل. إذا حصل ثريت مثلا عندي وتم تدمير ملفات، فبرجع للباك اب بإني أصلح أعمل ريستور لهذه الملفات، برجع للستيت اللي كان هو كونفيدنشال وكان الانتجريتي، مثلا حصل فيوليت على الانتجريتي برجع للستيت اللي فيه الانتجريتي صحيحة. حصل انه السيرفر داون بيكون في سيرفر ثاني باك اب هو اللي بيقوم بعمله مكان السيرفر اللي صار فيه داون، فهيك حققت الافيليبيليتي. فهي بنسميها كوركتيف كنترولز. الريكفري كنترولز ريتيرن تو ذا نورمال ستيت، طبعا عمليه التصحيح بالريكفري المقصود فيها إذا ضرب بالسيستم ممكن يعطيك رسالة وبطلب منك إنه هل أعمل أشغل الكابابيليتيز اللي ترجع السيستم لحالته السابقة، أعمل ريبير للدمج. فبهاي الحالة بيعمل عملية ستوب للدمج اللي موجود بالسيستم، وبيحاول انه يصلح هذا السيستم ويمنع مثلا اليوزرز اللي عمل هذا الدمج من انه يقوم بعمل التخريب، عمل تخريبية. ممكن يكون مثالها على سبيل المثال يكون في عندي مثلا مجموعة كومبوننتس وأنا بدي أعمل أجري عملية حسابية معينة، مثلا بدي أجمع 5+6. هذول الكومبوننتس مثلا عندك 5 كومبوننتس هم كلهم بيقوموا بعملية الجمع 5+6، فإذا اتفقوا الخمس كومبوننتس على أنه الجواب 11 فخير وبركة، إذا اتفقوا 4 كومبوننت على أنه الجواب يساوي 11 وواحد من الكومبوننت أعطاني أنه الجواب يساوي 10، فالريكفري هنا بهذا السيستم أنه أنا أخذ رأي الماجوريتي، الماجوريتي هم اللي بيعملوا ديسايد، ف بصلح العمليه. فهي ممكن تكون هذا المثال اللي حكيته قريبه للكوركتيف كنترول، وممكن اعتبرها ايضا ريكفري كنترول لانه بده يحصل خطا وصلحته، او حصل خطا بالسيستم وتم اكتشاف الخطا فبنطلب المعونه من هذه الكومبوننتس انهم ياكدوا لي هل انا سويته صح ولا مش صح. كومبنسيتيف كنترول آخر شيء هذا المقصود فيها عملية التعويض في حال إنه يكون عندي مثلاً كابابيليتي معينة بتحقق لي أكسس كنترول وهاي الكابابيليتي فقدتها، فكيف ممكن أعوضها بإشي مقابل. على سبيل المثال كان عندي كلب حراسة بيحرس المكان، فأي انترودر بيحاول يدخل بتلاقي يا اما بيهجم عليه او بيعمل نباح حتى ينبه الموجودين بالداخل انه في انترودين على هذا السيستم. لنفرض فقدنا هذا الكلب،
فقدنا كلب حراسة بسبب المرض، بسبب صار له مات and so on. وفيش مجال هسه أدرب كلب جديد بوقت قصير، فممكن نستعيد عنه بكاميرا موشن كاميرا، وبيعمل موشن ديتكشن، وخلينا نقول كشفات. فأي واحد بحاول يدخل المكان فبتلاقي إيش الكاميرا بتلتقطه، وطبعا الكشفات شغالة عشان تكون الإضاءة واضحة والصورة التقاطها واضح. فالآن بعد ما إنه يتم التقاط صورة، يتم إرسال الألارم للأدمينستريتور حتى يتخذ إجراء. فهذا عوضنا عنها بهذه الطريقة، عوضنا عنها عن وجود الكلب. أنسون، إذا خلصنا هذا الجزء، ونفس الشيء مرة ثانية برجع بحكي إنه بالنتأكاد هيكون في بعض التمارين. أتمنى إنك طبعاً في more information، وموجود هذا بالتسجيل اللي وضعته لكم على النت على المودول. فبتمنى إنكم تطلعوا عليها. هاي مثلاً تمرين، وفي تمرين أخير. إذا في عندنا ثلاث تمارين أيضا مر عليها حتى تتأكد إن فهمك للمادة. أوكي، في هنا بيعطيك tools بالنسبة للركبري controls، في أيضا tools بالنسبة للcorrective controls and so on. وفي compensative controls برضو في أمثلة. إذا أنا هنا عشان الوقت ما بقدر إني أمر عليهم كلياتهم، فأوريدي أنا شرحته بالتفصيل بالتسجيل الموجود عندكم. فإذا في عندك أي confusion بتراجعني في الحصة القادمة. أتمنى إنك تحضر الفيديو، حليت التمارين موجودة هناك، و أي سؤال بتلقى منكم إن شاء الله الحصة القادمة. أي سؤال عندكم الآن؟ الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك دكتور.